انا من شرطة مصطفى عبد المحسن، صوته رايح من اللي عشان نطالب بحقنا اللي هو جايين كلنا نطالب بيه. مش بناخد حاجة زيادة، احنا عاوزين حقنا في المساواة بس. عشان خاطر امين شرطة يتضرب بالنار ويتقتل محدش عبره، قالك ده اتقتل، حتى مش هين عليه يقول شهيد. واما ظابط اتنطط على واحد في الشارع ضربه بالنار بقى شهيد، واتعمل له جنازة عسكرية، وراح الوزير والسادة الحرامية اللي هم مساعدينه اللي هم سرقنا ونهبنا ياخدوا العزة، مع اننا احنا 350 الف بني ادم عمر ما في واحد في الشارع من بعد المغرب بيشوف ضابط في الشارع. احنا اللي موجودين، احنا اللي شايلينها. الوزارة دي عبارة عن بيت، اواعده اللي قايمة عليها البيت احنا كافراد، والاواعد دي مهملة، ولو اتهملت هيقع البيت باللي عليه. فعاوزين حقنا، ما بنطلتش بالزيادة. الناس بتقول زيادة، زيادة ايه؟ انا لسه بمضي على 1500 جنيه وباخد 1000 جنيه، 500 دول بيروحوا لمين؟ الخصم، الحوافز اللي الضابط بياخدها من الخصومات بتاعتنا، يعني يتخصم مني وكل يوم يجازيني علشان ياخد حوافز اخر الشهر. ليه يعني؟ ليه؟ اللبس ده احنا اللي بنفصله على حسابنا، مفصل بدلة ب 100 جنيه وجزمة ب 100 ب 200. بيديهم ليه ليه؟ بيديني بدلة هاي هالك من السجون، يعني المسجون ما بيلبسهاش، ما بيلبسهاش. وبعدين يعني يديني بدل غذاء سندوتش الفول بجنيه ونص، بيديني بدل غذاء 75 قرش في اليوم. لو اديتهم لابني، لابني هيرميهم في وشي في الشارع. تخيل هيرميهم في وشي. مين بيدي لابنه 75؟ ده الربع جنيه اتلغى، الربع جنيه اتلغى. الناس دي مش عارفه كده؟ لا اكيد الناس دي عارفه، بس هم عاوزين يرجعونا لايام زمان. يضغط عليك ويعمل احتقان ما بينك وما بين الشارع، وده مش هيحصل تاني، مش هيحصل. مش هنمد ايدينا، مش هنمد ايدينا، خلاص الزمن ده خلص. هناخد حقنا بالادب والاحترام، بالادب والاحترام. الناس دي كلها جايه مش عشان الفلوس، عشان المعامله ما بيننا وما بين الجمهور ما ترجعش زي الاول. الناس بتحترمنا واحنا بنحترمهم، خلاص خلصت. مش هنرجع لعدوهم تاني، هم اللي يبقوا لمؤاخذة تحت رجلينا مش احنا اللي تحت رجليهم. واللي عايز يقول حاجه تانية يا جماعه يقولها، حقك وما تسكتش عليه، حقك وما تسكتش عليه. عارف هم مش راضيين يطلعوا ليه وسايبيننا كده؟ عشان لما نزهق نكسر. عمرها ما هتحصل، عمرها ما هتحصل. مش هنوصلهم للي هم عايزينه، عمرها ما هتحصل. وانا كده قلت دلوقتي في واحد راجل سول كان بيكلم حضرتك دلوقتي بيقول لك على المكافاه، ووراك الشيك حضرتك دلوقتي. اي فرد شرطه من الناس دي اللي بيقضي 30 سنه واللي بيقضي 36 واللي بيقضي 40 سنه، مكافاه نهايه الخدمه كام؟ بيقول لك انا واخد 12000 جنيه. و12000 جنيه بياخدهم ازاي؟ بياخدهم بعد عذاب، كل يومين يروح البنك يصرفوا له 3000 جنيه 4000 جنيه، يا ريت بياخدوا 12000 جنيه. وال12000 جنيه يعملوا ايه؟ راجل زي ده شغال بقاله قد ايه؟ عنده عيل عايز يعمل له شقه، عنده عيل عايز يجهزه. الضابط بياخد قرض 20000 جنيه بدون فوائد، ليه ما يعملش الكارد ده للافراد؟ الناس الغلابه اللي بتسافر، اللي بتركب قطارات، اللي بتتبهدل في مواصلات. دلوقتي بيقول لك زياده الشرطه، فين زياده الشرطه؟ انا خدت زياده ما عملتليش حاجه، بركب القطارات، بركب العربيات، بدفع وعامل اشتراك ومعايا كل حاجه دلوقتي، وانا راجل معايا اشتراكي ومعايا كل حاجه دلوقتي. راجل يقول لك راجل الشرطه اركب الاتوبيس دلوقتي يقول لي تذكره كامله، فين الزياده دي؟ شاطرين يطلعوا على وسائل الاعلام يقول لك الزياده. الخصومات اللي بتجيلي بتتحط في الصندوق بتاع الضابط، الضباط دي بتاخد الخصومات بتاعتنا؟ لا، هم اللي بيستفادوا بيها. والصناديق للضباط، فين الصناديق بتاعت الافراد؟ الناس الغلابه دي، واحنا اللي واقفين في الشارع. احنا دلوقتي لما اجيب قضيه بتتنسب للضابط، ما بتتنسبش للفرد، ولا اقول لك امين شرطه امسكها ولا جابها. ده بيجيب لك المامور ورئيس المباحث ومدير الامن ويقول لك ده تم ضبط، ده نايم في بيته ما بيشوفش حاجه. احنا اللي شغالين، احنا اللي شغالين، واحنا اللي شايلين الوزاره ديت، وانتوا اللي هتحسوا بينا وانتوا اللي هتعرفوا. احنا المظاهره دي سلميه ومفيش حد يقدر يقرب للوزاره دي عشان الوزاره دي بتاعتنا، مفيش حد. واللي يفكر يبص لها احنا نعمل اللي احنا عايزينه فيه، دي وزارتنا واحنا واقفين سلميه وبنطالب بالحق والعداله مع الناس دي كلها. شكرا.